شوقي الصراحه يعني كفايه ان الراجل اللي اتحرم من الاجازه وبيجي كل يوم هو كابتن بركات، فده يعني التزام وانتظام. شوقي من الرجاله يعني الصراحه. اكيد هنا هو هنا. شوقي الصراحه من نتكلم شويه بقى بجد، من الناس اللي انا على المستوى الشخصي بحبها جدا، وراجل يعتمد عليه يعني دايما، مش كل حاجه في الكوره تبقى كوره، لا سمات شخصيه محدده يعني. دايما الواحد بيسال عن الشهاده، فهو من الناس اللي النوعيه اللي انا بحترمها جدا. راجل اي نعم هو بيزعق لنا وبيقعد يولع فينا في الملعب، بس عادي. على فكره بعد كده قال كده برضه. عادي. لا سايبينه، لا شوي من الاعمال الاساسيه في الفرقه، سواء يعني هو بيبقى متواجد او غير متواجد، بيبقى روحه دايما معانا. وزي ما بقول ان الحاجه اللي يميز بيها ان هو تقدر تحمله مسؤوليات، فدي من قليله جدا في لعيبه الكوره، بجانب ان هو منتظم يعني، بيحب شغله وبيحب، ما بيحبش الهزار في الشغل. خارج الملعب بيهرج وبيعمل، انما داخل الملعب بيبقى حاجه تانية، بيبقى جديه وبيبقى روح. ودايما هو زي ما الناس بتقول هو جندي مجهول، لا هو جندي معلوم للفرقه، واحنا مقدرين قيمته بالنسبه لنا. واتمنى ان شاء الله يكون بعد الاجازه ان شاء الله يبقى متواجد معانا، لان احنا نبدا بدايه المشوار الدوري، وان شاء الله يبقى عنده حسن ظن للجميع. وشوقي من الناس اللي انا على المستوى الشخصي بحبها زي ما بقول، واتمنى ان شاء الله ان هو مأثر معانا في الفرقه، انه يبقى له دور كبير زي ما هو كان له دور قبل ما يتصاب، يبقى ان شاء الله بعد الاصابه له بقى دور اكبر ان شاء الله. حبيب قلبي الثلاثي المرعب عم البلد، مبروك يا عم البلد. تمام الحمد لله. هنشوفك هناك الفترة الجاية إن شاء الله. إيه بقول لك إيه؟ دراجة فرد؟ لا. أنت مش شايفني باجي النادي كل يوم. بقول لك إيه؟ ولا يتفرد عشان تعرف. أنت مش عاوز إجازة بين عليك. هنختم. أنا عايز أزيد يا دول. شوقي. بقول لك إيه؟ وأنا حط على محمد الصغير يا عم، أخد دهني بقى وأروق نفسي بقى وأظبط نفسي. في كده بقى في إيه؟ أنا الشيكة دي، الشيكة دي. ولا 50 جنيه ليه؟ الشيكة دي أقل حاجة عندك. قول لهم خلاص الحلقة دي 50 جنيه. بقول لك يا كوتة، بصراحة شيكة. أنا أقسم بالله أنا من مراتي القليلة اللي بشوفك كده. دي أقل حاجة. بقول لمراتي هاتي لي لا بس عشان مسك. أقل حاجة، لا أقل حاجة عندك. ونرجع يا جماعه، انا بجد يعني شهاده كبيره جدا من ابو تريكه، زي ما قلت ابو تريكه يعني الناس اللي دي من